السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني الأعزاء. اليوم هنتكلم مع بعض عن مشكلة عدم التبريد داخل التلاجة النفرست. طبعا مشكلة بتواجه ناس كتيرة، سواء من العملاء أو الفنيين. بنلاحظ مع بعض دلوقتي إن في تكون كمية كبيرة من التلج. أتمنى يكون واضح قدامكم. طبعا التلج فك شوية، في تلج هنا واضح اهوت. أسباب تكون التلج ده أكتر من سبب، ممكن يكون الهيتر ضرب، خصوصا في التلاجات اللي هي التوشيبا أو الإيديال. الهيتر بيكون هيتر زجاجي، فمن السهل جدا هو بعد فترة إن هو بيضرب، بيتكسر الهيتر وبيبقى شغال، والتلاجة بتفضل شغالة تفصل وتوصل لحد ما تتكون كمية كبيرة من التلج زي ما احنا شايفين كده، يتسبب في وقوف المروحة عن العمل، ماشي؟ فبالتالي ما بيكونش عندي تبريد، التبريد بيضعف في الفريزر فوق وبيقل جدا في كابينة التبريد تحت. السبب زي ما قلنا بيكون الهيتر او السيرمو ديسك بتاعي بيكون عطل او التايمر، 3 احتمالات، ماشي؟ هنشوف مع بعض واحدة بواحدة وهنحاول نكشف. وقبل ما نبدأ نفك العزل ده، فكيت طبعا الوش البلاستيك من شوية، لو لاحظنا التلج هنا متكون بشكل جامد وانا بحاول افكه هنا ما بيتفكش، فبالتالي ما ينفعش ان انا اشد العزل ده وافكه ولسه كمية التلج الكبيرة ديت موجودة. لازم انتظر شوية على ما افك الوش العازل بتاعي اللي هو الملفلين ده، ماشي، لحد التلج ده ما يدوب بحيث يطلع معايا بسهولة، لان لو حاولت افكه دلوقتي بالتأكيد هيتكسر معايا، وده مش متوفر في السوق، ملوش قطع غيار، ما بيتباعش لوحده، ماشي؟ خليك معايا نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا يا بتنتظر التلج، تسيب التلاجة مفتوح باب الفريزر بتاعها فترة طويلة، ماشي، لحد التلج ما يبدأ يدوب لوحده، يا اما بتساعد معاه بان انت بتكب مية سخنة زي ما هنعمل دلوقتي. بتجيب مية سخنة بالشكل ده وتبدأ تكب، ماشي، براد او ازازة او كاتل او اي شيء، وتبدأ تكب المية بالهداوة، وتحاول بقدر الامكان ان انت ما تكبش كميات كبيرة بحيث ان انت ما تغرقش الارضية وتبدأ تتبهدل فيها عند العميل. طبعا بعد ما بتشعر ان التلج بدأ يتحرك معاك بتفك الوش بالراحة، حتى لو في حاجة ماسكة بتحاول تفكها بالراحة معاك، وتسحب بالراحة بحيث ان هو متكسرش. طبعا دلوقتي الوش اتفك معايا، ملاحظين تكون كميات كبيرة من التلج، هتحاول تخلي التلج بالراحة بحيث ان انت برضو ما تبهدلش الدنيا ولا تغرق الدنيا، خصوصا لو كنت عند ايه عميل مش في المركز بتاعك، ماشي، برضو ده بالراحة كده، اللي يطلع معاك بإيدك بتطلعه، وتبدأ بالراحة واحدة بواحدة تشوف الهيتر بتاعك سليم ولا لأ. طبعا ده لسه هيتساب شوية على ما يفك، شايفين تكون كمية كبيرة من التلج لسه اللي فاضل، ده الجزء اللي بدأ يدوب معايا هو الداب، ماشي. هنتابع مع بعض ونشوف هل المشكلة في الهيتر ولا المشكلة في السيرمو ديسك ولا المشكلة في التايمر، ونكمل مع بعض. طبعا بتفضل لحد التلج كله ما يبدأ يدوب، فاضل هنا بس كمية التلج هي لسه ما دابتش اهيت، ماشي، هتدوبها بالراحة، والتلج اللي يطلع في ايدك هتجمعه بالهداوة كده وبتطلعه، اوكي، وتحاول بقدر الامكان ان انت متكبش مية كتير على الفاضي. وحكاية ان الشركة تيجي او التوكيل او فني يجي يدوبك يكب مية ويمشي، التلاجة تشتغل كويس وياخد حسابه ويمشي، طبعا ده عملية مش مظبوطة الا في حالة واحدة بس، اذا كان في سدة في الصرف. لكن لو في مشكلة تانية في الإذابة نتيجة للسخان هو لا يعمل او التايمر وما غيرهاش وزي بتكب مية ومشى، دي كلها بتبقى حلول مؤقتة عاملة زي البنج كده، يجي يخلص نفسه وياخد الكشف بتاعه ويمشي، تمام. زي ما قلنا بس موضوع المية السخنة ده بينفع في حالة تسخين الصرف. خليك معايا ما نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا مع وجود دلوقتي في مسمار بس واحد للكويل هو اللي بدأ يبان اهوت، في المفروض ان في مسمار تاني هنا، مش هينفع تفك لما كمية التلج دي كلها تدوب معاك. وطبعا في تلج تكون كمان في مجرى الهواء اللي بتنزل لتحت، ماشي، فطبعا يفضل ان انت تنتظر على التلج ده ما يبدأ يدوب عشان ما
شغلش الدايرة بتاعتك ويبدأ يتكون كمية تلج مع كمية تلج، ويبدأ يسد لك المجرى بتاعت الهواء، ما يبقاش فيه تبريد الكابينة أسفل، مع إنك عامل كل حاجة كويسة في التلاجة. ويا ريت بعد ما تفك سخان الإزاز إن أنت تنضف الحوض من أي آثار للإزاز عشان ما تعملش سدة في الصرف. خليك معايا. طبعا بعد ما دهبت التلج كله فكيت المسمارين بتوع الكويل ده، واحد وادي واحد تاني هناك اهوت ماشي. وعشان ارفع الكويل، معلش انا مفيش حد بيصور معايا دلوقتي، بصور لوحدي، برفع من الاتجاه اللي فيه المواسير وبرفع بالراحة واطنيه على جنب عشان ما يتكسرش من المواسير وادخل في مشكلة تانية وانا شغال. اوكي خليك معايا. فكينا الكويل طبعا على الجنب اللي فيه المواسير، ما ينفعش انك تتنيه في ناحية تانية، وبالراحة عشان المواسير ما تتخفصش منك ماشي. دلوقتي ده الهيتر، هتفكه. لو بصينا كده هنلاقي الهيتر القديم اهوت، يبقى حتى من غير مقيس او من غير الجهاز قدرنا نحدد المشكله. الهيتر الازاز بتاعه مكسور اهو، شايفينه ماشي. طبعا قبل ما اركب الهيتر الجديد لازم انضف حوض الميه من الازاز، لان اي اثار للازاز هتبدا بعد كده تسد معايا حوض الصرف، وهرجع ادخل في مشكله تانية واروح للجهاز بتاعي مره تانية وتالته. طيب هغير الهيتر بهيتر جديد وننضف الحوض، وخليك معايا. بعد كده بحط الهيتر مكانه في القاعده بتاعته واثبته زي ما احنا شايفين كده ماشي، وابدا السلك بتاعي اعديه ورا العزل. طبعا التلاجه ديت اديل بقى لها فتره من اول ما طلعوا ماشي، نفس التصميم بتاعها نفس تصميم توشيبا. وهش السلك بتاعي من هنا جنب المروحه، وابدا اربط الاسلاك بتاعتي في مكانها. لا ترامي لهيت متركبه مكانها ماشي. هكمل ونصور مع بعض. بص بص السلك بتاعك كده، اذا تعرف وصلناها اهوت مكانه هنا اهوت ماشي. طبعا ده عشان نظام ترامل عشان ما تقطعش فيها. في الترميله القديمه اللي كانت راكبه ركبت عليها، بس اهم شيء اي رباط سلك عندك تجمعه في الاخر يكون فوق في الاعلى، بحيث يكون بعيد عن تكون التلج. ويا ريت لو تعزروا بأي مادة عازلة، بسل بلاستيك أو مكرونة أو حاجة زي كده، أو تجمعوا بالبلاستر بشكل كويس ماشي. هنسقط الكويل دلوقتي مكانه اهوت ماشي. خليك معايا. بعد كده بتجمع الأسلاك بتاعتك، تقفلها كويس وتحطها في جنب ماشي، وتقفل الوش بتاعك. بعد ما تركب الوش العازل في اللين ماشي تمام وتطمن على تركيبه بشكل جيد، بتركب الوش البلاستيك أيضا، وبتقفل وش معاك ماشي، وتظبط الدنيا وتجرب الجهاز بتاعك قبل ما بتمشي. وطبعا دلوقتي عرفنا ان عدم وجود تبريد بالتلاجة النفرست بيكون اسبابه تكون كمية كبيرة من التلج، وده بيكون سببها اما الهيتر بيكون عطلان، او السيرموديسك، او التايمر، او وجود سدد بالصرف. واتمنى من الله عز وجل ان نكون وصلنا معكم لما فيه الخير لنا ولأمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.